أنا بدوري مرحب بالوزير وبالطاقم المتميز اللي معنا. نختار نضم صوتي لأصوات بعض النواب هون اللي قالوا أن الوزير يعتبر وسيلة من رب وسائل رب مد الجذور بين الهيئة التشريعية والهيئة التنفيذية، وذلك نظرا من خلال الطريقة التي كان يخدم بها استقبال منتخبه والطريقة التي كان يخدم بها المواطنين أثناء تواجد في وزارة المياه التي تعتبر من الوزارات التي لها علاقة مباشرة مع المواطنين. نختار ملي نوه على أن هذا القطاع اللي قالوا قطاع النقل والتجهيز يعتبر القطاع بامتياز اللي حقت فيه الدولة قفزة نوعية ظل هذا النظام، من خلال المأموريات السنتين الماضية، وذلك توجيهات سامية من الرئيس محمد عبد العزيز وبإشراف من المهندس يحيى الحدمي، سواء من خلال إشرافه على القطاع مباشرة أو من خلال تنسيق العمل الحكومي. واستفادوا كثير جل الولايات المقاطعات اللي كاملة استفادت من هذا الطريق، من هذه القطاع اللي شهد نقل نوعية. ويقال هذه سواء في مختلف المجالات، مجال الطرق، مجال المطارات، مجال الموانئ، ظهر لي أن موريتانيا استطاعت في هذه الفترة أنها تمكنت من سد ذاك النقص اللي كان خالف خلال العصور الماضية. تجربة الوزير ووزارة المياه زيد كبرنا أمل في وزارة لأن اللي يتحقق في وزارة النقل نفس الأهداف والله نفس الخطة المرسومة أصلاً. لا احنا بعد مطمئنين على ذلك. يقير نحن حق موالين هذا النظام وداعمين ومثمنين انجازاته. يقير مالي من دعمنا للنظام الى عاد كم نواقص لا ننبه عليه. وانا نختار من هذا المطلب ننبه على انه احنا هم في جمعيه وطنيه فات خاضع علينا برنامج تعاقدي بين وزاره النقل والتجهيز وشركة أنا. هذا البرنامج يتضمن إنجاز عدة محاور جديدة، مما منها وبما أن نزيد هون نبه الشكر للنائب الدار العثماني اللي ذكر هذا الموضوع، نختار زاد نقول أنا أعلني من المقاطعة تعتبر من أكبر المقاطعات من حيث المساحة الجغرافية ومن حيث عدد السكان، وان هاي المقاطعه اللي نحن اليوم هون نقوله الجمعيه الوطنيه نواصل انصالها طريق معبد، نختار نقول هذا الطريق المعبد من المقاطعه يغطي منها لا شيء اقل من 5 كيلوات. المقاطعه الكبيره يغطي منها شيء اقل من 5 كيلوات، ما هو تقصير من الحكومه، لكن لا اعلن طبيعيا كانت عاصمه الولايه الى حدود المقاطعه، وبالتالي المقاطعه تمرش كامله ما يلحق فيها طريق المعبد قدره 5 كيلوات. وهاي يزيد ذكر نطلب من الوزير نذكره بذاك البرنامج التعاقدي فم الطريق بين عد البقرو ومرش واللي ماشي شهر النواره والدول دولة مالي الشقيقه، على انه مبرمج هاي البرنامج التعاقدي 2016 2018 نختاروا بعد منين جهوا للوزاره نشوفوا وضع حجر الاساس بدا الاشغال في هذا الطريق. نختار ما اللي سابقي وفي وقتي ننبه على ان هذا الطريق اللي النعمه أمات العكاريش فيه صالب زمن الخريف ما تسمح المرور في الأوقات كاملة، وهذا ماشي طريق يربط بين النعمة وباسكنو والنعمة ومرش، يتطلب هو الأخذي إعادة النظر بهذه الأرضية المدعمة الموجودة اللي ما تسمح بالمرور هنا فترة الفيضانات، إعادة النظر والتفكير بدل من ذلك التفكير بناء جسر للسماح بسيابية المرور في كل الظروف اللي المناخية. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله.